تعرف اسم وزارة الصحة بالكامل؟ وزارة الصحة والسكان. وزارة الصحة المصرية. وزارة الصحة والسكان. ليه جمعوا الصحة والسكان في وزارة واحدة؟ هو طالما في سكان لازم يبقى فيه متابعة للصحة. مين أكتر حد تعرفيه في الناس اللي حواليكي مخلف؟ جارتي خلفها 9 أولاد. جدي مثلا كان عنده 9. الناتج المحلي المصري سنة 2022 كان 477 مليار دولار، ده على عدد سكان 100 مليون نسمة. لو كان نفس الناتج ده بيتصرف على 50 مليون نسمة كان إيه اللي هيحصل؟ كان معدل دخل الفرد هيزيد للضعف. هيفرق كتير طبعا. استثمار لينا للشعب. عشان تراعي ولادك كويس محتاجة تخلفي كام؟ 2. يعني ده لو أنا كده قلت زيادة 3. هما 2 حلو قوي. أنا خلف الحكومة تربي؟ لا ده جهل. الحكومة هتفتح لك مدارس، هتفتح لك مشاريع إن ولادك يشتغلوا فيها. طب وإنت فين؟ ما هي التربية منك أنت مش التربية من الحكومة. يعني إيه نصيب الفرد من الدخل القومي؟ أنت عندك الدخل القومي بتاعك مثلا 1000 جنيه وأنت عندك 10 أفراد، يبقى نصيب الفرد مثلا 100 جنيه. نصيبه من مدخلات الدولة. المثل بيقول كلمة ولد بتهز بلد. إيه رأيك في الكلام؟ البنت دلوقتي في الزمن ده البنت بقت وزيرة، دكتورة، طيارة، كل حاجة. حضرتك تعرفي يعني ايه انفجار سكاني؟ يعني زيادة سكانية، واخد بالك، رهيبة، عدد الناس الكتير. اكتر حاجة بيعاني منها البني ادم انك يبقى معاك حد انت مسؤول منه وما انتش قادر على المسؤولية دي. فلما بقى في اولاد كتير ما بيبقاش في الموضوع ده، بقى صعب قوي حتى ان انت تعيشهم العيشة العادية. يعني ايه جودة الحياة؟ الحاجات اللي بتأهلك ان انت تعيش حياة احلى، يعني مثلا صحتك، تعليمك، بيتك. انا معايا 6 بنات بقاس، هم اتجوزوا بس بقاس لان هم كلهم برضو ما تعلموش تعليم متواصل، ثانوية عامة ومعرفش، ما فيش الا بنت واحدة اللي فلتت وخدت جامعة. زي الانفجار السكاني بيأثر على جودة الحياة. عشان كل ما السكان هتزيد كل ما انت بتضغط على الخدمات، بتضغط على التعليم، بتضغط على كل. احنا بقينا 105 مليون وشوية، تحب تقول ايه للطفل رقم 105 مليون؟ ممكن اقول له يعني ان شاء الله باذن الله انا متفائله خير ان الايام الجايه هتبقى احسن لان حصل حاجات كتيره حلوه قوي في بلدنا.